سعيد جدا بوجودي النهارده واكرم من قبل وزاره الضامن الاجتماعي وتكريم المسلسلين بتوعنا كاول انتاج بالنسبه لنا من شركه ماجنوم على مسلسل عوالم خفيه ومسلسل طايع. والحقيقه ده تكريم شرف جدا بالنسبه لي ان تدعوني الوزاره لتواجد النهارده. وسعيد اكتر بانه بسطت او فرحت جدا بالاحصائيات اللي اتعملت من قبل الوزاره علشان ترصد مشاهد الإدمان اللي حصلت في المسلسلات المصرية السنة دي. والحقيقة كانت بالنسبة لي مفاجأة النسب اللي موجودة وقد إيه كنت فعلا يعني سعيد بفكرة إنه المسلسلات أو الدراما المصرية بتؤثر في المتفرج المصري أو العربي بشكل عام والمصري بشكل خاص. فطبعا ده حاجة الصناع الدراما بتبدأ تحطها في دماغها بعد كده بناء على اللي احنا شفناه النهاردة. اكيد مش هنقدر نحدد فكرة الابداع في صناعة الدراما عندنا نتيجة ان في مواضيع كتيرة جدا الصناع بيحبوا يتكلموا فيها، ولكن هنراعي فكرة انه ما يبقاش اللي احنا بنناقشه سلبي لدرجة سلبية 100%، ولكن يبقى في نوع من الإيجابية او إيجابية برضه، يبقى في قضية وبنحاول نعالجها بطريقة معينة او نبرر اسباب القضية دي ايه. الحقيقة طبعا كانت ندوة مهمة جدا حضرناها النهاردة بقيادة الدكتور مدحت العدل الصديق العزيز والمنتج الكبير، واللي انا سعيد انا شرفت ان انا كنت موجود فيها. الحقيقة كان موضوع مهم جدا ان احنا نتناقش فيه النهاردة، فكرة تأثير الدراما المصرية في الشارع المصري. واللي انا الحقيقة اتفاجئت اكتر انه الدراما المصرية مؤثرة بشكل كبير جدا في الشارع المصري، والحقيقة ضربت امثلة كتيرة جدا بهذا الموضوع. سعيد بوجودي هنا النهاردة، وأتمنى أنه في المستقبل القريب إن شاء الله أن في أعمالنا سواء إنتاجيا أو إخراجيا أن احنا نحط في اعتبارنا جدا القعدة أو المؤتمر اللي حصل النهاردة. رسالة توجه حضرتك يا فندم للمخرجين والكتاب خلال الدراما العام القادم إن شاء الله؟ لا، أنا ما أقدرش أوجه رسالة للزمايل لأنه طبعا هم طبعا ناس تعبت كتير جدا في ان هم ابراز اعمالهم الدراميه السنه دي، وزي كل سنه انا كل اللي انا اقدر اقوله من وجهه نظري او لشخصي انا ان انا بعد قعده النهارده او بعد المؤتمر بتاع النهارده الشخص او الرجل اللي بيساهم في صناعه الفن يبدا يفكر كويس على مدى تاثير الدراما المصريه في الشارع المصري.